السنة التشريعية 2017. صادق مجلس المستشارين في جلسة عمومية مساء أمس الثلاثاء على مجموعة من مقترحات نصوص القوانين والقوانين التنظيمية. هذا وصوت المجلس بالأغلبية على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم وكالة المغرب العربي للأنباء، ويروم المشروع الذي يعتبر لبنة مهمة لبناء وكالة للأنباء قوية تطلع بدور مركزي في المشهد الإعلامي الوطني وتعزيز توجهها كخدمة عمومية وإغناء مجال عملها، بالإضافة إلى تعزيز مبادئ المهنية والتعددية والتنوع الثقافي والانفتاح، وكذا التركيز على تعزيز إشعاع المغرب وتقوية حضوره على المستوى الدولي. وصادق المجلس بالإجماع على مقترح قانون يقضي بتعديل المادة 316، وكذا على مشروع قانون تنظيمي المتعلق بالتعيين في المناصب العليا. كما صادق المجلس خلال ذات الجلسة على مشروع القانون المتعلق بإعادة تنظيم المجلس الوطني لحقوق الإنسان والرامي على الخصوص إلى تعزيز دور المجلس في مجال ترسيخ مقاربة حقوق الإنسان في مختلف السياسات العمومية والمنظومة القانونية الوطنية.